سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا اللهم فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق سبحانك ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك. أنت كما أثنيت على نفسك يا رب العالمين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وشماتة الأعداء، وسوء القضاء. اللهم إنا نسألك الأمن يوم الخوف، ونسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول، ونسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم يا فالق الحب والنوى، نسألك بعزك الذي لا يرام، وبملكك الذي لا يضام، وبعينك التي لا تنام، وبنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك، أن تجعلنا من عتقائك في هذا الشهر الكريم من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا من النار برحمتك أرحم الراحمين. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بركنك الذي لا يرام، لا نهلك وأنت رجاؤنا. كم من نعمة أنعمت بها علينا،
كم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك عندها شكرنا يا أرحم الراحمين. اللهم انج المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم الطف بإخواننا المسلمين في بورما. اللهم الطف بهم، اللهم احفظهم، اللهم انصر إخواننا في أرض الشام. اللهم كن لهم ناصرا ومعينا. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل عسر يسرا. اللهم عليك بعدوهم، اللهم عليك بعدوهم، اللهم اكفناه بما شئت وكيف ما شئت يا قوي يا متين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. والحمد لله رب العالمين.